بالاشتراك مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي ومؤسسة التعاون الإيطالي، قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إشارة انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة مشروعي الهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب في تونس. أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالاشتراك مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي ومؤسسة التعاون الإيطالي اليوم المرحلة الثانية من مشروع التشغيل الخاص بالشباب تحت عنوان مشروعي باستثمار بقيمة 14 مليون دولار، ويهدف إلى خلق أكثر من 6000 موطن شغل للشباب في تونس خلال الخمس سنوات المقبلة. Les objectifs sont, disons, de travailler sur 14 gouvernorats. Parmi les plus défavorisés du pays, donc dans le nord, dans le sud. Et les priorités, c'est de créer donc des attitudes d'entreprise parmi les jeunes. Donc les priorités, c'est clairement les jeunes. طلق البرنامج هذايا وفما برشا شباب اللي شاركوا فيه. ومن بعد en 2015-2016 زاد معناها تطور البروغرام ومشى في الجهات نتاع الجنوب. من جهته أكد زياد العذاري وزير الصناعة والتجارة أنه مبادرة مشروعي في مرحلتها الأولى اللي انطلقت سنة 2012 ساعدت على خلق أكثر من 1250 موطن شغل، وقدمت المساندة أكثر من 160 شركة ناشئة ستارت أب في كل من ولاية القصرين والقيروان والكيف وسيدي بوزيد. وديناميكية هذه هامة وهامة جدا باعتبار أنها أولا تعطي فرص للشباب في كل جهات الجمهورية، تعطيهم التمويلات ولكن أيضا تعطيهم الإحاطة والدعم، خاصة مع الباك هذا بتاع التكوين المتكامل اللي فيه دعم وإحاطة على مستوى الفني وعلى مستوى التسيير وعلى مستوى التصرف في المؤسسات. هذا وتهدف مبادرة مشروعي في مرحلتها الثانية اللي تخص أكثر من 14 جهة من بينها بيجا وسليانة وتوزر وزغوين وقبلي إلى تقديم المساعدة المباشرة لأصحاب المشاريع الصغرى.